أمورة ديك مترجم العرب نفسهم بكتبوا غلط. يا جماعة إن شاء الله يجي الصيف، لأنه أنا زهقت، أنا زهقت كتير، زهقت مش قادرة أركز. يعني بمسك اللابتوب، يعني أنا عشان كل إشي أونلاين فأنا اللي لازم أضغط على نفسي أدرس وأعمل وأسوي، فمش قادرة أركز. يعني هيك الجو كئيب، والجامعة في مليون إشي بدي أعمله، وهيك ما بعرف في إشي هيك مش قادرة أركز منه. أنتي لارا مو لارا؟ آه لارا يا جماعة اكتبوها صح، ودايما بنادوني يارا. طب مبين حرف ال يعني من اسمي. إن شاء الله بس يجي الصيف وأنزل على فلسطين بروح على كل الأماكن، على القدس، على الداخل، على رام الله، كل الأماكن. يعني مش حنس في مكان. لا ما معي جنسية أمريكية، معي جنسية فلسطينية ومعي جنسية أمريكية، هدول الجنسيتين الوحيدين التنتين اللي معي. يعني ومعي هوية غزوية اللي مغلبانة في كل مكان. الله يخلي لنا اياها. حبيبتي مريم الخليل هو فيها، يعني الخليل فيها يعني اشياء تزورها، ولا هي بس حارة يعني وهيك؟ يعني في كل مثلا الخليل، جنين، في كل هاي الاماكن في اماكن تنزار فيها، ولا بس هيك بتكون ناس ساكنين فيها هيك؟ انا من غزة نفسها، يعني من غزة. غزة كنا عايشين جنب الرمال، تخزي بلدنا؟ لا ما بتخزي والله. اللي عايشين بفلسطين انكو انتو عايشين عن جد، انه انتو ما بتعرفوا الخير اللي انتو فيه. مواليد وين؟ انا اتولدت في فلسطين، بس يعني معظم حياتي عشتها في أمريكا. طيب تعالي عيشي معنا. هو أوكي عبد الله، أنا نفسي أعيش معكم، نفسي يعني أنا نفسي أنزل أعيش في فلسطين، بس الواحد اتعود على أشياء. يعني أنت لما تطلع من فلسطين تعيش في مثلا أوروبا أو أمريكا، بشوي حكيت عن هذا الموضوع، في أشياء بتلاقيها هون ما بتلاقيها في مكان تاني، لأنه خلص تعودت على عيشة هون. ونفس الاشي انه انا كنت عايشة بفلسطين، في اشياء لقيتها في فلسطين ما لقيتها هون. بس ان شاء الله يعني لما نكرر، لما اخلص جامعة ولما اقرر وين بدي انقل في الحياة، ممكن تكون فلسطين، ممكن تكون دبي، ما بعرف. طيب انا اقدر اروح، انا جنسيتي مش فلسطيني بس دمي فلسطيني، بتقدر تدخل فلسطين؟ I think I don't know. تقدر تدخل فلسطين. رحت على نابلس من قبل؟ رحت بس يعني زمان، من يمكن 9 سنين. ما بنصحك تيجي كتير، بحبوك هون وانا بحبكم، انا بحبكم كل هيتكم، بحب كل يعني كل فلسطين بحبه. أصلي من غزة، أصلي من غزة. يقيم بالإمارات مليون يهودي. المهم رأس السنة بدبي في ناس بيقول كنت مع يهود. شو دخل اليهود في رأس السنة يا نونو؟ يعني كبروا راسكو بحياة ربنا، كبروا راسكو. يعني مش فاهمة أنا، أنا هاي السفرة اللي رحنا عليها على دبي كانت لازم نروح عليها على فلسطين. يعني أنا لما حجزت لهاي السفرة كنا بنروح على فلسطين، بس اللي صاير بفلسطين ما بسمح لنا إنه نروح عليها، فإحنا نقلنا السفرة لدبي. شو نعمل يعني؟ دفعنا مصاري، يعني المصاري تروح هيك حرام صح ولا لا؟ فرحنا. يعني برضو common sense، يعني حبايبي انتو common sense. سؤال تفضل، common sense.
عن جد والله صح يا عبد الله، مخك تعجبني. في ناس بحكوا مش انه بحكوا معهم صور كتير اللي يا حبيبتي. اوكي انا اذا بدي ادافع عن اشي بطلع في الصور على طول، مش بخبي الصور وبحكي هذا. بس انا بديش احكي في اصلا هيك موضوع لانه تافه جدا. وارد، thank you وارد، معك حق، بس الناس ما بترحم، بدك يفهم شو فيه. صحيح، هيك مجتمعنا من الغرة بيحكوا كل شيء بالضبط. مش بس مجتمعنا على فكرة، كل العالم هيك، يعني كل العالم هيك.